صباح الخير مشاهدينا وحياكم الله، ونتمنى للجميع أن يكونون بألف ألف خير. بداية هذا الأسبوع الجديد نبدأ حلقتنا اليوم مشاهدينا بتعزية خالصة من القلب لدولة الإمارات حكومة وشعبا بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. كان ذلك يوم الجمعة مشاهدينا. صباح الخير هاني، صباح الخير مشاهدينا، الله يرحمه ويغفر له ويسكن له فسيح جناته ويصبر قلوب شيوخ الإمارات وأهلها على فقيد الأمة العربية والإسلامية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، واللي شهدت الإمارات في عهده تقدم وتطور كبير كلنا نعيشه اليوم. وطبعا أنا بدوري أول شيء نقول صباح الخير لمشاهدينا وهاني وهدى، وبدوري أعزي الإمارات حكومة وشعبا برحيل قائدها الشيخ خليفة بن زايد، ونقول مصابكم مصابنا وأحزانكم هي أحزاننا، كما أيضا نبارك للشيخ محمد بن زايد آل نهيان انتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد صباح أمس رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد وفي خدمة وطنه وشعب الإمارات. وطبعا الشيخ محمد بن زايد يعني من الشخصيات اللي وضعت بصمات كبيرة ولمسات في فترة ولاية العهد، عهد جديد وتاريخ يكتب من جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، نتمنى لها التوفيق.